دلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه في ارتفاع في درجات الحراره. الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه الشرقيه. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء، في كمان نشاط رياح على بعض المناطق. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، وخصوصا ان احنا بنعاني من موجه حاره يمكن بدات بالامس ومش عارفين هتستمر معانا كام يوم. بالفعل يمكن احنا اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا مسبقا ان البلاد على اعتاب موجه من حاره الى شديده الحراره هتاثر على كافه مناطق الجمهوريه بما فيها القاهره والسواحل الشماليه ومحافظات الصعيد، وان كانت محافظات الصعيد هي اكثر المناطق اللي تاثرت بارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، لكن على كل حال هي موجه شديده الحراره واجواء شديده الحراره. بالفعل يمكن سجلت القاهره بالامس 39 درجه مئويه كاعلى درجه حراره، وهي درجه الحراره العظمى اللي تم تسجيلها بالامس، وصلت ما بين 43 ل 44 على محافظات الصعيد، وبالفعل دي قيم درجات حراره عاليه بشكل كبير واجواء شديده الحراره. الخرائط بتشير إلى استمرار الحالة الجوية دي اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي. درجات الحرارة طوال الأسبوع ده على القاهرة بإذن الله هتكون في حدود 37 ل 39 درجة مئوية، بتستمر أيضا ما بين 43 إلى 45 و 44 على محافظات جنوب الصعيد. كمان السواحل الشمالية لها نصيب كبير من الارتفاع ده، بتصل عليها العظمى خلال هذا الأسبوع ما بين 34 ل 36 درجة مئوية. بالفعل كمان درجات الحرارة دي خلال ساعات النهار أثرت على درجات الحرارة خلال ساعات الليل طبعا. بدأنا نشعر خلال ساعات الليل بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا وأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات الليل. الصغرى على القاهرة بدأت تسجل 24 درجة مئوية بعد ما كانت بتسجل الليالي الماضية في حدود 16 ل 18 درجة، يعني بالفعل ارتفاعات كبيره سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار ضمن هذه الموجه اللي كما ذكرنا هتستمر حتى نهايه الاسبوع الحالي. كمان اليوم مستمر معانا اضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر. الاضطراب ده بدا من نهايات الاسبوع اللي فات ده، وكنا اصدرنا داخل هيئه الارصاد الجويه انذار بحري خاص بالبحر الاحمر. مستمر معنا الاضطراب اليوم ايضا، وارتفاعات امواج على البحر الاحمر وخليج السويس بتتراوح ما بين الاثنين الى 3.5 المتر نتيجه نشاط الرياح. بالفعل نتيجه نشاط الرياح على مسطح البحر الاحمر، واللي بتصل الرياح على البحر الاحمر في بعض المناطق ل 60 كيلو متر على الساعه، وبالتالي لا زال البحر الاحمر غير مهيئ لاعمال الصيد والملاحه البحريه اليوم. كمان في نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، بيكون ملحوظ بشكل أكبر على جنوب سيناء والمحافظات الجنوبية زي شمال وجنوب الصعيد. عايزين نشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، إلى أن هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أو خلال فصل الربيع، الموجات دي بتختلف عن الموجات اللي بنشهدها في فصل الصيف. يمكن بتتميز الموجات الحارة أو شديدة الحرارة اللي بتحصل في فصل الربيع إن نسب الرطوبة فيها مش بتكون عالية، وبيكون في بعض نسمات الرياح بنشعر بيها أكتر في المناطق اللي بتكون في الظل، وبالتالي ده بيخلي درجات الحرارة المحسوسة قريبة إلى حد كبير من درجات الحرارة يعني المقاسة. هو ما زلنا حتى الآن ارتفاعات في نسبة الرطوبة مش عالية بالدرجة الكبيرة زي ما بنشعر بيها في فصل الصيف. بالتأكيد يمكن لو سجلنا بالأمس 39 درجة زي ما سجلناها مع نسب رطوبة عالية في الصيف كنا هنشعر بها كأنها مثلا أكتر من 40 أو قد تصل إلى 45، لكن بسبب نسب الرطوبة المنخفضة في الفترة الحالية بنشعر بها مقاربة بشكل كبير للي تم قياسها. كمان نشاط الرياح النسبي وإن كان سرعاته لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعة، إلا أننا بنشعر ببعض نسمات الهواء الخفيفة حتى خلال ساعات النهار في الأماكن اللي بتكون أو متواجد لما بنكون متواجدين في الظل. طيب حضرتك بتقول إن هي درجات الحرارة هترجع تاني مرة تانية أو الموجة دي هتنتهي معانا مع نهايات الأسبوع، صحيح كده يا فندم؟
بالفعل هو التوقعات المبدئية، الخرائط بتشير بشكل مبدئي أنه على نهاية الأسبوع الحالي هتبدأ الكتل الصحراوية دي المؤثرة علينا المسببة لهذا الارتفاع مع المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، هتبدأ الكتل دي تتراجع بشكل نسبي مش بشكل كبير، هنبدأ بعدها نتأثر بكتل من مصادر شمالية درجات حرارتها منخفضة نسبيا، هيبدأ انخفاض تدريجي أو انخفاض نسبي. خلينا نقول أن دي توقعات مبدئية ليست دقيقة بالشكل الكافي، بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم على طوال الأسبوع. احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا محمود القياتي عضو مركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة العظمى 38 الصغرى 24، عاصمة إدارية 38 23، اسكندرية 34 22، العالمين الجديدة 34 21، مطروح 37 22، دمياط 29 23، بورسعيد 30 23، اسماعيلية 37 22، السويس 37 22، العريش 31 18، كاترين 32 14، طابة 32 13، حلايب 34 24، شلاتين 38 25، شرم الشيخ 39 27، الغردقة 39 27، الفيوم 41 24، الوادي الجديد 44 27، بني سويف 41 24، اسيوط 42 25، سوهاج 43 26، قنا 44 26، الاقصر 45 27، واخيرا اسوان 45 28. حبينا نطمن حضراتكم على حاله الطقس، لكن في ارتفاع في درجات الحراره خلال الايام دي، يعني يجب ان احنا نتوخى الحذر خاصه مع ساعات الذروه الصباحيه وساعات الظهيره، نشرب كميات وفيره من المياه، وكمان ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره خاصه لكبار السن والاطفال.